أولى فقراتنا الطبية لليوم سلمى هي حتكون يمكن جواب لكثير من الأمهات اللي عندهم حالة قلق بهي الفترة وخاصة بفصل الشتاء اللي تكثر حالة السعال عند الأطفال. البعض من الأطفال ممكن يعاني من سعال شديد، ممكن نوصل لحتى نعمل جلسات رذاذ. بعض الأمهات ممكن تلجأ لحالات يمكن إسعافية، ويمكن الدواء المنزلي سلمى اللي متعودين عليه من زهورات وحمضيات وغيره. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيفية التعامل مع السعال الشديد خاصة بوقت الليل. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتور قصي الزير. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم الحلو، صباح الخريف الجميل يلي هلأ صارت الحرارة هيك مقبولة، لا شوب ولا برد. صحيح، يسعد أوقاتك دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني بنعرف السعال عند الأطفال ممكن يكون له أسباب كتير وأنواع أيضا. خلينا بالبداية نعرف الناس شو هي أنواع السعال عند الأطفال وأسبابه. السعال هو عرض لأمراض كتيرة، ويعني هو مؤرق للأهل وللطفل يلي بينصاب بالسعال، يعني مزعج، وخاصة بفصل الخريف أو بتقلبات الطقس، بداية افتتاح المدارس، الجو اللي بيطلع الجو من جو دافي الصبح للجو البارد هو رايح على الروضة أو على المدرسة، يعني هناك أسباب كتير. الإنترنت الفيروسية بتنتشر هلا، فإذا السعال له كتير أسباب. في عند الرضع له أسبابه، عند الأطفال بالسنوات الأولى له أسبابه، وعند الأطفال الروضات والمدارس له أسبابه. بس نحن رح نحكي بالعموم عن السعال يلي أسبابه الإنتانية، الفيروسات يلي هلأ ممكن تنوجد كتير، وبصير العدوى بين الأطفال بين بعضهم بالمدارس أو بالروضات أو حتى بين الأخوة أو حتى ضمن العائلة. وبشو اللي بيزود من شدة أو فوعة السعال يلي كمان إلى أسبابها، وشو كمان كيف منعالجه وكيف منتعامل مع السعال؟ يعني حابب هيك نعمل همسات، لأنه هو أرق. أكثر المرضى اللي بيراجعونا بعياداتنا حاليا ارتفاع حرارة سعال، ارتفاع حرارة ويعني وسيلان أنف، وبعدين بعد يومين بتلاقي راجعك بسعال. نحن بنعرف انه الطفل بالعموم هو جسمه صغير بالنسبه مقارنه للكبير، حتى الطرق التنفسيه عنده اياها مثلا القصبات اصغر، الفم اصغر، الانف اصغر، فهون بصير عنده فورا الاعراض بتكون فوعتها اكبر من او يعني اقوى من ما بتكون عند الكبار. ممكن الانتانات التنفسيه خلينا نحكي فيها، اول شيء الرشح يلي بتلاقي الطفل صار عنده سيلان بالأنف، صار عنده الأغشية المخاطية بتوزم عنده، فبتصير تفرز مخاط، ممكن تعبي جيوب بالأطفال الكبار، جيوب الأنفية، وممكن هالسيلان هذا يعطي سيلان حتى للأنف البلعومي لجوا، وهي المفرزات المخاطية بتصير تعمل نوع من السعال المزعج بسبب وجودها، حتى الطفل يفرزها ويطلعها، والطفل الصغير ما بيعرف يطلعها، فهون بصير نوع من الاختناق أو نوع من صعوبة السعال. في الأطفال اللي بينصابوا بالإنتانات التنفسية بدنا نقول البلعوم، جفاف بالبلعوم، الفيروسات تعمل جفاف بالبلعوم، كمان بتعمل نوع من الحكة والتحسس والسعال المزعج الجاف المزعج يلي ممكن يكون التهاب حنجرة أو التهاب لسان المزمار، أو الجروب نحن بنسميه الخانوق يلي بتلاقيه صوت ضباحي، السعال ضباحي هيك، وخاصة بيجي وش الصبح، يعني مع خانوق نحن بنسميه عند الأطفال. هذا سببه كمان إنتان الفيروس اللي بيصيب البلعوم، بعض الفيروسات وفوعتها موجودة حاليا وكتير بيراجعنا أطفال. هدول بسبب السعال الخانوق الأهل يعني بتلبكوا فورا بدهم يراجعوا مشفى حتى يشوفوا شو آلية العلاج تبعه، لأنه بيصير ابنهم من كتر شدة السعال بيزرق وبيحمر وبيصير مثل عم يختنق، فهون الأهل فورا نحن بنقول لهم لبسوا الطفل وطلعوه بالهواء النقي. ممكن قبل ما يوصلوا على المشفى النوبة تروح، وإذا وصلوا على المشفى ولسه النوبة موجودة بيعملوا مثل ما تفضلتوا ببداية الحلقة نوع من الإرزاز الرطب، وممكن نحتاج بعض الأدوية ضمن الإرزاز حتى نخفف من هالتشنج الحنجري أو الجروب أو الخانوق اللي بنسميه،
عند الأطفال، وكثير منتشر حاليا هذا السعال الجاف بالإنتانات التنفسية بالبلعوم. بعض منه بيكون نوع من الالتهاب بالطرق بالقصيبات الشعرية عند الأطفال دون السنة، وبالقصبات ما فوق السنة أو السنة ونص. هون كمان بيكون في من يعني بيصير في أول شيء بتبلش بسعال جاف، بعدين بيصير رطب منتج لمنتجات قشعية أو نوع من المواد المخاطية، فكمان هون بيصير كمان ممكن تترافق مع حرارة وتترافق مع أعراض أخرى مع رشح، فكلياتها كمان هي إلى خطط معالجة معينة. هي للأطفال يلي نحن عم نقول السعال الإنتاني. كمان هلأ النوبة بالتحسسية بتنتشر كتير، السعال التحسسي عند الأطفال بينتشر كتير، وخاصة ضمن الأجواء المغلقة ونحن مجتمعنا كان ما يدخن كتير، هلأ ما في حدا ما عم يدخن، إن كان مو دخان الأرجيلة، فإغلاق المنزل بوجود الروائح الواخزة وخاصة التدخين مع الأرجيلة أو الروائح الأخرى من زيوت القلي أو من بعض الأمور الأخرى الغبار أو ما شابه ذلك، ممكن تعمل نوع من التهيج التحسس عند بعض الأطفال. ممكن بعض منهم يصير عندهم سيلان أنف، ممكن بعض منهم يصير عندهم سعال تحسسي نوب ربوية أو سعال تحسسي بسبب هالمواد المؤرجة اللي الطفل عم يستنشقها، فهذا كمان منشوف سعال كتير هلأ منتشر كمان بسبب تقلبات الطقس، بسبب انغلاق البيئة أكثر، بسبب المدارس كمان خروج الطفل مثل ما قلت الصبح بكير بيكون بجو بيته دافي إلى الخارج، فهذا بيؤدي إلى وزمة بالأغشية المخاطية وخاصة الأنفية، فبصير عنده أعراض سيلان أنف، ممكن سعال تحسسي، فهذا الشيء كمان ممكن نشوفه. إذا هذا السعالات التحسسية. كمان في عنا الأطفال الصغار يلي الرضع ممكن يكون القلص المعدي المريئي يلي أول أعمارهم، ممكن هذا يؤدي إلى سعال تخريشي تحسسي، وكمان هذا أيام بيعاني الطفل من سعال لفترات طويلة حتى يتشخص أنه سببه الإرجاع من المعدة للمري هالمادة الحامضة، ممكن توصل للبلعوم وتؤدي إلى التخريش وتؤدي للسعال. إذا كمان هدول الأطفال وكل واحد من أنواع السعال، وكمان في أنواع أخرى تترافق مع أمراض استقلابية، قد تترافق مع أمراض مناعية، قد تترافق مع أمراض يعني جهازية أخرى، السعال القلبية كلوية ما شابه ذلك من وزمة رئة من شيء. إذن هي أمراض أخرى جهازية قد يترافق هذا العرض مع السعال، لكن بالعموم هو عرض قلق للأهل ومزعج للطفل. وهون لازم نحن دائما الحكيم حكيم الأطفال هو من يتصدى لهذا العرض حتى يوصل الطفل لخط الأمان ويريح الأهل من مشكلة السعال اللي عم يعاني منها الطفل. دكتور، كثير من الأمهات بنشوف أنه آخر شيء ممكن تلجأ له هو الطبيب أو حتى الأدوية، بتفضل دائما أنه تعمل بعض الحالات الإسعافية بالبيت. خلينا نعرف أينتا بإمكان الأم أنها تسيطر على حالة السعال، وأينتا من ندخل بمرحلة الخطر وبنحتاج طبيب وأحيانا بنحتاج مستشفى؟ هلأ أنه الأم بتطول، الأم للأسف نحن منلاقي علاج السعال الخاطئ بالأدوية الخاطئة. دواء السعال ما نو شغلة خاصة الكيماوي، ما نو العشبي، ما بصير نعطى بالشكل العشوائي. يعني كتير أمهات عنده سعلي، روح جيب له من الصيدلية شراب سعلي، بتبعت جوزة أو بتروح هي أو بتبعت شي ولد بيشتري له شراب سعلي. شرابات السعلي عند الأطفال خطرة جدا بحسب مكوناتها. يعني كل شراب سعلي له مكونات كيماوية. بعض الأدوية السعال مكتوب عليها لا يعطى قبل عمر مثلا معين. طبيب الأطفال يستطيع أن يعطي أي دواء بحكمته وخبرته ودقة الجرعة، هم ما بنخاف من طبيب الأطفال. أما عشوائية أعطاء شربات السعال شغلة مخيفة، وأيام تؤدي تهدد في حياة الطفل، وعندنا حالات من الاختلاطات اللي قد توصل إلى الوفاة باستخدام بعض شربات السعلة بدون استشارة حكيم أطفال بدقة الجرعة الموصوفة أو المطلوبة للطفل. فلذلك ننوه الأمهات أنه ما يعطوا شربات سعلة على الطالع والنازلة ومن عندهم، وخاصة للأطفال صغار العمر، وبيقولوا لك هاي معلقة، شو المعلقة؟ يعني كنت بدي أجيب معي معالق بالبيت،
كل معلقة شكل، كل واحدة بتوسع ثلاثة، واحدة بتوسع خمسة، واحدة بتوسع سبعة، حسب بئجة المعلقة والشركات المصنعة. فلذلك هيك مشايلة معلقة أعطيه معلقة للولد أو يعني. إذا أول شيء شربات السعلة لا تعطى إلا باستشارة حكيم أطفال دقيق الجرعة، يعني بيقول لك أعطيه نص ميلي، أعطيه ميلي، تقيد بجرعة الطبيب، لأنه الأدوية السعال تؤثر بعض منها بمركباتها على العضلة القلبية، تؤثر على الخلايا العصبية، على الكلية، على الكبد، على جهاز الجسم، على هيكلية الجسم كله، بعض المركبات من شربات السعال الكيماوية. فلذلك ما بصير نحن نعطي من عنا شربات سعلة، وطبيب الأطفال ما بيعطي إلا بخبرة عميقة للشراب السعلة. المقشعات للأطفال الصغار صعبة، الولد ما بيعرف يتقشع، بتلاقي طفل عمره أشهر عم يسعل، بتلاقي الأم جايبت له شراب مقشع، بتلاقي خنقته زيادة، صارت عم تحرض القشع. ونحن الكبار بنعرف نسعل ونتقشع، أما الطفل الصغير بتخنقيه بالمقشعات. فإذا ما بصير تعطي من عند الأم شربات سعلة. حتى الصيدلي بكل احترام لمهنته الإنسانية والأخلاقية، قد يكون بعض الأحيان مع التعامل مع الأطفال بده شوية خبرة ودقة. أيام حتى الصيدلي بيستغربوا إنه الطبيب عطي جرعة، طبيب الأطفال مو يعني طبيب الأطفال مسؤول عن جرعاته، لأنه العالم الطفولة عالم جدا دقيق، بده حكيم أطفال ليتعامل مع دقة الجرعات الدوائية. وشراب السعال هو مخيف وخطر جدا إن لم يكن بيد طبيب للأطفال. نرجي نحن إنه سعال بسيط أو شيء، ممكن نستخدم السوائل الدافئة، العسل لبعد عمر السنة، قبل السنة ممنوع. كانوا أمهاتنا يخلطوه بالطحينة ويعملوه مثل نوع من الخلطة ويعطوه للطفل معلقة صغيرة بعد عمر السنة أو السنة ونص أو السنتين. هو حقيقة مرطب للبلعوم ومفيد جدا بتركيباته يعني، وزيت السيرج زيت الطحينة كمان ظريف، زيت الزيتون جدا ظريف كمان بيريح البلعوم من التخريش. عندك الزهورات بالعموم، المشروبات الدافئة أكيد هي جدا مفيدة، وخاصة البابونج واليانسون والمليسة. هلأ الزعتر مفيد لكن بقشع، نعطيه للأطفال الأكبر. يعني الزنجبيل وما شابه ذلك من الشرائب، من السوائل الدافئة مفيدة لتخفيف بعض أنواع من السعال. الأم أكيد إذا في ارتفاع بالحرارة، في عنده أعراض رشح، في عنده سعال خانوقي، في عنده سعال مزعج لصحة الطفل، لازم تراجع طبيب الأطفال حتى يحدد آلية التعامل مع هالعرض أو مع الأعراض المجتمعة مع بوجود عرض السعال. يعني ما بصير أم تجيب من عندها دواء التهاب ودواء سعلة وما بعرف شو وتخبص من عندها. الطفل عالم جميل، لازم أنه تحاول بما تستطيع. أي دواء هو عبارة عن سم يجب أن يعطى بيد خبيرة لسبب معين حتى يكون بلسم وعلاج لهالعرض المرضي اللي ممكن أنه يتحسن من خلال أعطائه بالطريقة الصحيحة. أكيد. كمان دكتور بنشوف حالات يعني مو بس يمكن الزهورات وهي المشروبات تعتبر شيء يعني ما أنه مؤذي إذا أخذه الطفل، بالعكس هي مفيدة، ولكن في اللي بيقولوا هيك يعني الوصفات القديمة، حطي له شيء على صدره، لفي له، حطي له جريدة، حطي له كرتونة، عجينة ما بعرف شو، هدول القصص بتروح السعلة، وخصوصا السعلة المسائية، وبنسمع خلطات وأشياء عجيبة. أكيد العادات الخاطئة بتمنى بقى نخلص منها بمجتمعاتنا ضمن الجيل الجديد. يعني كتير أنا كطبيب أطفال بعاني من سيدة فاضلة جاية لعندي عمرها 22 سنة، عمر ابنها سنة أو سنة ونص، بتسمع كلام ستة بالتعامل مع الطفل، وهذا خطأ. صار عنا الحمد لله حضارة الإنترنت موجودة، ليست موجودة فقط للواتس أب والفيسبوك والتواصل الاجتماعي، موجودة حتى نأخذ منها، فينا نوصل للمعلومة الطبية الحقيقية من خلال فتح بعض المواقع الطبية الحقيقية، وليست كمان مواقع اجتماعية. بلاقي مثلا سيدات عاملين موقع مع بعضهم اجتماعي وهن بقى بيحطوا أو مع نصائح. اتفاق نصائح أو اتفاق ما بعرف مع مين، بيحطوا نصائح نصها غلط أو نصها يعني لا تتماشى مع الطب.
نتمنى أن نأخذ المعلومة الطبية يا من طبيب حكيم، يا نفتح الجوجل وناخذ المعلومة الطبية، حتى ليس من أي هذا، في أكيد مواقع طبية يستطيع أي مثقف أن يفهم المعلومة الطبية يلي هو خايف منها، يقرأ قبل ما يستخدمها على ابنه، من تمليح الطفل لتقميط الطفل لوضع ما بعرف شو هالجرايد على الصدر. صحيح. ولا 100 شغلة وشغلة. دائما نوم الطفل يجب أن يكون بزاوية عالية شوي، حتى إن كانت المفرزات المخاطية اللي عم تنزل من أنفه، وهلأ كتير الناس تعاني بسبب تبدلات الطقس من إفراز مخاطي من الأنف. أكثر الأطفال عنده الناميات، أكثر الأطفال أنفهم صغير، أكثر الأطفال بصير نوع من الوزمة بالأغشية المخاطية الأنفية، فبصير عنده إفراز مخاطي. فصعوبة النوم بالليل والإفراز المخاطي اللي عم يدخل للبلعوم عم يعمل سعال ليلي ويزعج الطفل كتير ويزعج الأهل. نيمه بزاوية شوي 30 مرتفعة شوي، هذا المخاط ما بقى يطلع لفوق، ممكن ينزل من عبر الأنف، الأم بتشعر فيه، بتنطفه بآلية معينة وبتقطر له سيروم ملحي حتى نخفف من وزمة الأغشية المخاطية. السيروم الملحي الموجود ضمن الصيدليات بتركيز عالمي، هذا غير مضر بتاتا باستخدامه عند الأطفال وحتى عند الكبار. فإذا هو أحد الأسباب الوقائية. منمنع التدخين والأراجيل بوجود أطفال ضمن المنزل، متعة الإنسان تقف عندما تضر أبنائه. كثير أنا بلاقي أهالي بلفوا، يعني بقول له مثلا لا ما بدخن، بس تاري بيعمل هو أرجيلة ومرته أرجيلة. منحاول نفهم أنه هذا بضر، لكن أيام بشعر بقساوة الأهل مع أبنائهم، أنه بيشعروا أنه متعتهم أهم. بيقول لك هو نايم، ما هو نايم بيصير ركودة المخاط أكثر، بيصير التحسس أكثر، بيصير بشم الولد. يعني الدخان ما بيقول لك هذا نايم رح أمشي فوقه بمترين خطي حرام الطفل، لأنه رح يجي، لأنه مسكرين الشبابيك ومسكرين الأبواب، التدخين رح يمشي ضمن حتى الغرف، لأنه بيوت كمان كلها صغيرة، ما في قصور، يعني كل عائلة قاعدة بقصر بعيد الغرف عن بعضه. فنتمنى همسة، وانتشر كتير التدخين بسبب انقطاع الكهرباء، يقول لك شو بدي يتسلى، بدي حط أرجيلة وتسلى. فيعني ممكن هو يعني هي ممكن أنه حقه، لكن بوجود الأطفال صار حق الطفولة، عالم الطفولة، أنه نعطيهم الجو المناسب لحياتهم ضمن المنزل، ونبعد عنهم الروائح الواخزة حتى نخفف من عرض السعال اللي هو كتير مزعج للطفل أكثر ما هو مزعج للأهل. النقطة اللي كتير مهمة دكتور اللي حكيت عنها، لما نحن بنعطي الأدوية الخاطئة، وهي مشكلة فعلا يمكن بعض الأمهات بعض الأهل يمكن بيغفلوا عنها. حكى الدكتور أنه ممكن تؤدي للموت، عنا حالات. فقدين إحنا لازم نتنبه لهذا الموضوع، شراب السعال يعني عند الأم حتى الحامل والمرضعة والطفل، ما بصير ياخذوا دواء سعلة إلا بحكمة طبيب مختص بعالم الطفولة. يعني حتى الأم الحامل بعض الأحيان بتضطر أن تأخذ استشارة طبيب الأطفال، هل هذا يضر جنيني أو يؤثر على الجنين. يعني كمان الطفل الوليد من أصعب ما يكون أن تعطيه شراب سعلة، بتلاقي بعض الأحيان طفل عمره شهر الأم جايبت لك شراب سعلة، إذا أنا بشربه بدوخ، بس قد يكون بعض الأحيان الأدوية في تركيباتها مظابطة كتير، فهي نعمة يعني بعض الأحيان. فلذلك يعني ما بيصير، بقول في إله حامي الأطفال بعض الأحيان من سموم الدواء، حتى دواء الالتهاب. يعني حرارات عم تجينا هلأ، يعني في هلأ انتانات فيروسية شديدة جدا، الكورونا علمت الأهالي شوي النظافة والانتباه وطريقة التعامل، كأنه خفت هالحذر هذا بسبب تخفيف الرسائل الإعلامية عن الكورونا وأخطاره. أي فيروس بالإنتانات الإنفلونزا هو كورونا أو ما يشابه الكورونا بشدته. عندنا كل سنة هجمة من الفيروسات بتكون ثقيلة تؤدي لاختلاطات مثل الكورونا. يعني في عندنا كتير بالإنفلونزا، إنفلونزا H1N1 ما بعرف شو، في عندنا أنواع تجي بإنتانات بأعراض شديدة جدا. والإنتانات الإنفلونزا هي قد تسبب مرض السكري عند الأطفال إذا أصيب فيه بفوعة كبيرة أو حتى الكبار. فلذلك يعني نحن لازم ننتبه وقاية من العدوى ما بين الأطفال بالإنتانات الفيروسية،
الكمامة خفت كتير، لكن إذا كان مصاب بالإنفلونزا كتير حلو نضل ثقافة النظافة الشخصية والصحة الشخصية، أني إذا أنا مريض حط كمامة مشان ما أعدي الآخرين. وكمان إذا كان حدا عنده اضطرابات بجهاز المناعي عنده أو عنده تحسس أو عنده ربو يحط الكمامة بهالفترة، خاصة أنه منتشر الأمراض ضمن المدارس. المدارس إدارة المدارس من نوها أنه تريح الطفل إذا كان عنده قريب وعنده إنفلونزا، ما تشدد عليه ليجي على المذاكرة، بالعكس خليه يرتاح يومين ثلاثة بالبيت، بتخفف فوعة العدوى بالمدرسة وبيرتاح الطفل وبيرجع يعني سليم أفضل، ومن ثم بعدين تعاد المذاكرة. أكيد الإدارات أكتريتها تتماشى مع هالشيء، لكن منشوف بعض منا بتكون شديدة أكتر، بتلاقي الطفل خايف يغيب. لا، أطفال صغار يعني ما بيخافوا. أطفال الروضات نتمنى من الأمهات إذا ابنه مريض ما تبعته على الروضة، بتلاقي والله بيجي لي أطفال حرارتهم 40 اللي بكرة يعني يروح على الروضة ولا ما يروح، إلا أنت شو رأيك؟ اللي والله عندي شغل أو ما بعد، مو شغلته طفل هذا. أوه. هذا عالم كيان، وين بدك تروحي على الروضة تبعتيه على الروضة كرمال شغلك أو كرمال أي شيء؟ الطفل عالم جميل، لازم أتعامل معه بكل يعني رونقية عالم الطفولة حتى مشي ببر الأمان وسلامة الصحة عنده. لازم أكيد إذا كان مريض ما يروح على الروضة، وخاصة الأطفال الصغار دون عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، لأنه مناعتهم خفيفة، ممكن إذا كان عنده أعراض مرضية وبعدته تزيد الأعراض، وممكن يصير عنده ذات رئة، ممكن يصير عنده يعني خراجات رئوية، ممكن يصير عنده إنتان ثانوي بالبكتيريا الجرثومة، وهون بتشد الأعراض وبتشد خطورة المرض والاختلاطات. نعم أكيد أكيد. نتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا ياها، ويا رب يكون في فعلا هذا الوعي عند الأمهات لحتى نحمي أطفالنا من مخاطر يمكن نحن ما ننتبه لنا. شكرا كثير لك دكتور، وبتمنى لك بقية النهار. صباحكم الجميل، وإن شاء الله أنتوا وأطفالنا وجميع بعيد عنهم هالسعال يلي هلأ منشوفه كتير، ونشوف أطفالنا دائما بسمتهم من عيونهم لشفاهم، هي جمال الحياة عنا. وشكرا لصباحكم الحلو. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت.